حضر المئات من مناصري المرشح الرئاسي الفرنسي المستقل إيمانويل ماكرون التجمع الانتخابي الذي عقد مساء أمس في لندن. وتعهد ماكرون خلال التجمع بتوفير الأمن في فرنسا والقضاء على البطالة والدفع بعجلة الاقتصاد الفرنسي. هكذا استقبل مؤيدو مرشح الرئاسة الفرنسي إيمانويل ماكرون في تجمع انتخابي في لندن. هذا المرشح المستقل عن أي حزب سياسي شق طريقه بمفرده وبجهود المتطوعين من مؤيديه، فقد لمع نجمه في سماء السياسة الفرنسية في غضون أشهر. أفتخر بعدم نضوجي السياسي وخبرتي. لأن خبرتهم السياسية هي عدم الكفاءة السياسية، وغالبا ما تكون ثقافة صفقات جيدة بينهم. فالمناصرون له انقسموا لفئتين، الأولى آمنت بشعاراته ومبادئه في الحملة الانتخابية ومنحوه وقتهم والتحقوا بحملته متطوعين. لم أتخيل نفسي يوما أن أنخرط في السياسة، ولكن وجدت صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الماضية، ما يعني أن شيئا خاطئا يحدث. لذلك قرأت كتاب إيمانويل ماكرون فوجدت كل ما أتطلع له في السياسة. وفئة رأت فيه الخيار الأقرب لمواجهة صعود اليمين المتطرف، وخاصة مرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان. الخيارات تبدو محدودة جدا بسبب اليمين المتطرف، وبذلك فأنا باختيار ماكرون أقوم بمعارضة مارين لوبان. اليمينيون يصفونه بالعميل، فهو بعيدا عن اليمين وخنجرا في خاصرتها. حظوظ حملته التي اختار لها شعار إلى الأمام لا يستهان بها في الوصول إلى قصر الإليزي في أيار مايو المقبل، فقد تفوق في استطلاعات الرأي على منافسه الأوفر حظا فرانسوا فيون ليحل ثانيا بعد لوبان. استقطاب أصوات الناخبين الفرنسيين في لندن خطوة لم يكن ماكرون الوحيد الذي سعى لها، فقد سبقه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي. ولكن ماكرون إذا ما صدقت استطلاعات الرأي قد يصبح أول مرشح مستقل يصل إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. جينا العمو، التلفزيون العربي، لندن.